لماذا اغرق الله الارض بالطوفان هل خطيه البشر تستحق هذا العقاب ايام نوح بالطوفان ومن هم ابناء الله ومن هم بنات الناس الكثير من التساؤلات في هذه الحلقه من برنامجكم عبر الكتاب برحب بكم احبائنا مشاهدينا برحب بيك دكتور اشرف أهلاً عزمي بيك اهلا بيك اهلا بيك برحب بكل مشاهدينا بكل مداخلاتكم في حلقه مباشر اليوم في برنامجكم عبر الكتاب أه اسيس اشرف الموضوع النهارده موضوع أه الحلقه تعتبر الحلقه الخامسه في سلسله دراستنا احبائنا أه للي متابع معانا الحلقه الخامسه النهارده من سلسله دراستنا في سفر التكوين أه نوح شخص مهم الحلقه الماضيه كنا بنتكلم عن شخص مهم آدم النهارده عندنا موضوع هام جدا عن نوح وعن الطوفان وأسئلة كثيرة جدا. أه. هل خطية البشر تستحق هذا الطوفان؟ أولًا بشكرك يا بيتر على هذه المقدمة شكراً. الجميلة وكمان برحب بكل المشاهدين الكرام لبرنامج عبر الكتاب وقناة الحياة بصفة عامة في كل مكان. طبعا احنا واخدين قضايا مهمه جدا بنتناولها في دراستنا لسفر التكوين وزي ما انت طرحت انه شخصيه نوح والطوفان وهل الخطيه تستاهل هذا العقاب اللي في نظر البعض قاسي يظهر قسوه الله ان الله يهلك الارض بالطوفان ويغرق الارض بالطوفان طبعا قبل قبل ما نتكلم عن الإجابة يعني على السؤال المهم دون لازم نرجع للنص الكتابي ونرجع لبدايه القصه او بدايه الروايه الكتابيه اللي بيكتبها لنا الوحي المقدس عن نوح وعن الطوفان واللي بتبدا في اصحاح سته من سفر التكوين وابتداء من عدد واحد انا هقرا بس اول اربع اعداد هقدم صوره كده مصغره من خلال هذه الأعداد النصوص النص الكتابي يقول لنا إيه وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد, وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسناء فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لذا هو بشر وتكون أيامه 120 سنة كان في الأرض طغاه في تلك الأيام وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولاد هؤلاء هم الجبابره الذين منذ الدهر ذو اسم ده بدايه الروايه الكتابيه الروايه الكتابيه هنا بتقول لنا او بتطرح على الاقل لما بنقراها بتطرح في ذهننا اكثر من سؤال عدة أسئلة لازم نجاوب عليها واحنا بنتكلم لأن كل سؤال هنحاول من هذه الأسئلة اللي هنطرحها بيقول لنا يعني إيه خطية الناس في ذلك الوقت. فالأسئلة المهمة منهم هم أبناء الله؟ أنا عارف البعض كتير أول ما بيقرأ النص الكتابي ده بيجي يقول لك مين هم أبناء الله؟ طب ومين هم كمان بنات الناس؟ إذا قدرنا نجاوب على مين هم أبناء الله نقدر نجاوب, نجاوب على كمان مين هم بنات إيه؟ بنات الناس السؤال الثالث ما هي طبيعه الخطيه يعني ايام الرب يسوع لما سئل الرب يسوع قال انه كما كان في ايام نوح يزوجون ويتزوجون هكذا يكون في مجيء ابن الانسان يعني لما يجي الرب يسوع في مجيئه الناس هتكون مشغوله بيزوجون ويتزوجون فما هي طبيعه خطيه الناس في ايام نوح وهل الخطيه دي تستحق كل هذا العقاب الالهي الحاجه الثالثه الرابعه السؤال الرابع من هم الطغاة هل هم جنس اخر ميكس آه آه يعني مزيج من آه لو قلنا ان هم الملائكه ولا هم جنس آه بشر هل هم آه جبابره حرب ام هم آه طغاة بمعنى آه ظالمين مفترين آه ساقطين آه اشرار اثم وفجار يعني الاسئله دي كلها الاسئله دي دايما بنطرحها اول لما نيجي للجزء ده انه من هم ابناء الله من هم بنات الناس ما هي خطيتهم ومن هم الطغاه ومن هم الجبابره خلينا نبدا في البدايه في جزئيه ابناء الله أه طبعا جزئيه ابناء الله دي مدرسه لوحدها <تصفيق> يعني <تصفيق> انا عارف ان فيها مدارس كتير في تعرفاته. لكن لكن للاجابه على السؤال مين هم او التعريف لابناء الله وهويتهم آه. من هم أبناء الله في ثلاث مدارس تفسيرية على مدار تاريخ الكنيسة هنحاول ناخد فكرة عن كل مدرسة وعن اللي بتقوله والاعتراضات كمان على اللي بتقوله فالثلاث مدارس دول هحاول احطهم كالاتي جنب بعض كده في السلايد ده المدرسه الاولى بتقول انه ابناء الله هم الملائكه دي المدرسة الأولى. كويس؟ يبقى أبناء الله الملائكة هما اللي رأوا بنات الناس إنهن حسنوات فاتخذوا منهم منهم كويس؟ آه. ونتيجة للتزاوج الملائكة مع البشر. بنات المع مع البشر أتى جنس آآ آآ قوي عملاق آآ إلى آخر الجبابرة آه. دي المدرسة الأولى هتكلم أنا بس هعرض ثلاث مدارس وبعدين هاخد مدرسة مدرسة نتكلم عليها. فالمدرسة الأولى أبناء الله هم الملائكة، المدرسة الثانية أبناء الله هم نسل شيث. شيث. اللي هو آآ آآ لما كان إبراهيم آآ سوري لما كان آدم, آدم عنده قايين وهابيل وهابيل مات وبعدين ولد عن... ربنا أعطاهم ابن آخر ابتدأ يدعى باسم الرب في ذلك الوقت فده النسل المبارك، النسل الغير شرير. فأبناء الله هم نسل شيث. وبنات الناس هم نسل قايين وكانه التزاوج هنا او الاختلاط هنا كان ما بين النسل المبارك والنسل الشرير. النسل المبارك اللي هو جه من, من, من شيث والنسل الشرير اللي هو جه من قاين. من قايين بالظبط فدي الم... دي تاني. مدرسه دي راي تاني مم. المدرسه الثالثه والاخيره بتقول لنا لا انه ابناء الله آآ آآ ليسوا هم الملائكه وليسوا هم نسل شيث لكن هم النبلاء والقضاه والامراء والحكام. آه والخطيه كانت خطيه استعباد جنسي وظلم اجتماعي وقسوه وتعدد زوجات ودمار للمجتمع وللاسره اللي ربنا اوجدها. اه. كويس؟ فناخد واحده واحده. اتفضل. عشان بس آه. المشاهدين آه. يتابعونا واحده واحده. اوكي. أبناء الله المدرسة الأولى بتقول أبناء الله هم الملائكة ودي أنا بسميها نظرية اختلاط الملائكة بالبشر أو التفسير اختلاط الملائكة بالبشر على أي أساس بقى المفسرون بي بيقولوا هذه الـ الـ هذا التفسير هذا التفسير بني على عدة أمور كويس أول أمر الكتاب المقدس نفسه وصف لينا أبناء الله على أنهم الملائكة أو وصف لنا الملائكة على أنهم أبناء الله فاكثر من مرة يلقب الكتاب المقدس الملائكة بأبناء الله أو يقول عنهم أنهم أبناء الله اكثر طبعا شاهد معروف لنا كلنا في سفر أيوب, أيوب. لما يقول كان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطه فبنوا الله هنا هم الملائكة وعشان كده بيقولوا بما انه الكتاب المقدس وصف الملائكه ولقبهم بانهم ابناء الله فبالتالي النص دوا في تكوين سته هو يشير الى الملائكه. وكمان في شاهد اخر في ايوب 38 لما الرب ظهر لي او اتكلم سوري لايوب وطرح عليه اسئله كثيره جدا قال له اين كنت عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني, بني الله. الله فبني الله هم ايه؟ هم الملائكه. فده أول سند بيستندوا عليه بيقولوا إنه الكتاب المقدس استخدم لقب أبناء الله ليشير به إلى الملائكة. السند الثاني الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية حصلت يعني حوالي 200 سنة قبل المسيح وهي ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية. الترجمة السبعينية ترجمت أبناء الله بملائكة الله. يعني هي حطت كأبناء الله حطتهم ملائكة الله كويس فطبعا يعني جعل الفكرة سائدة في الوقت اللي قبل مجيء الرب يسوع سفر أخنوخ وهو سفر من الأسفار الغير قانونية كويس بيقول لنا أن الملائكة أتت وتزوجت من بنات البشر وجاء جنس عماليق اللي كان طوله ستة أزرع ويعني أوصفهم كده مرعبة فسفر أخنوخ كمان بيقول الجزء ده السند الأخير هو يمكن المؤرخ اليهودي يوسيفوس بأن الملائكة ممكن أن تختلق تختلط بالنساء فدول أربع أسباب دول آراء المدرسه الاولى آه. والاسانيد اللي السبب علينا. الاولاني انه كلمه ابناء الله وصفت بيهم الملائكه في الكتاب المقدس آه. السبب الثاني انه الترجمه, الترجمة السبعينيه السبب الثالث انه سفر اخنوخ أخنو. السبب الرابع انه يوسيفوس طيب كويس بالنسبه ف... لبنات الناس اوكي طب خليني الاول ارد على المدرسه دي آه ولا طيب <تصفيق> 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 آه. هرد الاول على المدرسه دي لانه المدرسه دي آه في بعض الاعتراضات عليها م. وانا شخصيا كمان يعني لا اميل اليها كثيرا لاكثر من سبب اول من اول هذه الاسباب انه التفسير ده لا يتماشى مع حادثه الطوفان يعني خلينا اوضحها اكثر الطوفان كان عقاب لمين للبشر عقاب للبشر كويس فكان عقابا الهيا للجنس البشري بسبب خطيه الانسان وليس عقابا لكائنات سماويه يعني يعني إذا إذا أولاد الله هم الملائكة وهم خدوا من بنات الناس طب ما هم اللي أخطأوا طب كان العقاب بالأولى يكون للملائكة للملائكة مش لبنات الناس فبالتالي التفسير لا يتماشى إلى حد ما مع مع الحدث كويس فلماذا تقع الدينونة على البشر وعلى الأرض إذا كان ملائكة ملائكة سماوية هم السبب في تلك المصيبة يعني يعني انت هدين البشر ليه اذا كان سبب المصيبه دي والخطيه دي اساسا والشر ده يعني آآ يوقع اللوم كله على الملائكه. يعني كان بالاولى يدان الملائكه. بالظبط. آه. فده ده ده واحد من الاسباب او الاعتراضات اللي, اللي على هذه التفسير. إيه كمان النص الكتابي، النص الكتابي واضح كده بيقول انه المذنب المذنب اللي هيقع عليه الدينونه ربنا اتكلم عنه وقال انه هو بشر فقال الرب العباره دي مهمه جدا م. لا يدين روحي في الانسان يبقى في مين الانسان م. ليه للابد لزغاني هو ايه هو بشر يعني ايه بشر يعني لحم ودم مش مش ملايكه فاللي هيدان واللي اخطا هو البشر مش الملائكه مش الملائكة يعني فالنص نفسه بيقول المذنب المذنب هو بشر والكلمة العبري بشر بشر يعني لحم بدي لحم ودم هيومن إنسان كويس السبب عشان كده لابد أن يكون من من أخطأ ويستحق الدينونة هو الجنس البشر السبب الثالث أو الاعتراض الثالث القول أن ثمرة هذه العلاقة الجنسية وهي الجبابرة امر لا يتماشى مع الكتاب المقدس وتعليمه ليه لانه هيطرح اسئله كثيره جدا هيثير الموضوع ده اسئله كثيره طب ما هي طبيعه التكوين الجسدي لهذا النسل يعني احنا عارفين انه الرجل والمراه عندما يجتمعا بيبقى في عدد كروموزات من هنا وعدد كروموزات من هنا وبيبقى في الجينات الوراثيه والناتج بيبقى بني ادم طب اوكي انت عندك دلوقتي لو قلت ان هم ملائكه سواء ملائكه بره ولا ملائكه اشرار <applause> الملائكه ارواح التكوين الجسدي لهذا النسل شكله ايه هل امتزجت اجسادهم بعض القوه الفوق الطبيعيه يعني الناس العمالقه دي خدت قوه فوق طبيعيه يعني بقي كده زي الالينز او, أو اللي هم ساكنين او اللي بيجوا في الافلام من الفضاء الخارجي <تصفح> أه ما هي علاقة هذا النسل بالنسل بالاب؟ هل هل اللي اتولدوا دول لهم علاقة بابوهم اذا كانوا دول ملائكة ولا هم بس انجبوهم وسابوهم لبنات الناس يتربوا وبدون اي مسؤولية تجاههم؟ فبيطرح اسئلة كثيرة لا تتماشى مع النص الكتابي. أكيد كانوا ناس طبيعيين يعني. ما هو يعني. أكيد كانوا ناس كمان في سبب آخر أنا مش كاتبه هنا بس سبب آخر مهم جدا. ان رب يسوع لما اتكلم عن بيتكلم عن الصديقين عن القيامه وسالوه سؤال انه في واحد اتجوز وبعدين ماتت زوجته فاخذ آه. يعني فانه انه فاخذها اخوه فالى الى في النهاية فف ففي النهايه هتكون لمين يعني في النهايه اذا كانت ده كله خدتهم في النهايه هتكون لي من لهم انه تضلون إذا لا تعرفون الكتب ولا قوه الله لانه في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكه الله فبالتالي الملائكه لا تتزوج ولا تزوج لانه دي ارواح ده استنتاج طبيعي ده استنتاج طبيعي قال الرب يسوع فطبعا فنظريه نظريه ان هم ملائكه او التفسير على انهم ملائكه وعلى انه الخطيه كانت هي امتزاج آه كائن آه او تزاوج كائن فوق طبيعي مع كائن بشري آه انتج لنا هذا آه آه العملاق آه دي نظريه يعني هي كانت منتشره في وقت الى وقت قريب لكنه في معظم كتب التفسير النهارده آه ما بتجدش كتير من القبول يعني دي النظريه الاولى تمام عندك آه سؤال في النظريه الاولى؟ <applause> طبعا طبعا يعني حضرتك رديت بشكل واضح وكلام الرب قاطع جدا انه استنتاج طبيعي من كلام الرب انه الملائكه لا لا يزوجون ولا يتزوجون فيعني واضح جدا الراي على فكره الفكر ده منتشر اكتر كمان في المجتمعات الشرق اوسطيه يعني يعني في المجتمعات فكره انه اوقات كتيره تسمع في مجتمع شرقي او مجتمع مصري او في الارياف يقول لك دي ملبوسه من جن ومتجوزها ومش عايز يسيبها آه 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 يعني آه انا بسمع كتير ان الارواح الشريره بتيجي تصنع علاقه زوجيه ما بين يعني طرفين يعني طرف وطرف بشري طرف شرير وطرف بشري وبسمع يعني وبتكون الحياه زوجيه كما هي طبعا ده ده كله يعني ليس له اساس من آه الصحه انا ما اعرفش بصراحه لانه آآ آآ سواء كان الملاك ده ساقط وهو كل الارواح الشريره دي ملائكه ساقطه كويس فالارواح الساقطه دي هي ما زالت ارواح آه يعني هي ليست ذكرا ولا انثى يعني آآ آه، فهي ارواح اه ارواح نجسه ارواح تقود الانسان للنجاسه م. لعباده الاوثان للهلاك الجسد آه. وممكن تقود الانسان م. انه يهلك جسده م. يرمي نفسه الميه يرمي نفسه في النار م. ممكن تصيب الانسان بامراض ممكن م. تصيب الانسان بالجنون زي ما مجنون كوره الجدريين اللي كان عليه لجئون كويس والرب لما اخرج لاجئون يقول الكتاب فجلس فكان جالسا وعاقلا ولابسا فالارواح الشريرة ليها قوه على في الكتاب آه لكن جزئيه الجزء اللي انا بسمعه كتير من من ناس مختلفه انه بتصنع علاقه زوجيه دي اللي يعني دي ده, ده طبعا ده, ده ليس له اساس آه. حتى في الكتاب المقدس نروح لبنات الناس نروح هم بنات الناس عرفنا أبناء الله. يعني هم بنات الناس هم الجنس البشري م. البنات البشر م. دول بنات الناس ف فالقضيه الكبيره اكتر هي في ابناء الله م. يعني كلنا معظم المفسرين متفقين على انه بنات الناس هم بنات من الجنس البشري م. لكن هي طبيعه ابناء الله هي دي السؤال المهم وده ينقلني لحاجه تاني يلقني إلى المدرسة الثانية المدرسة الثانية بتقول إيه عن أبناء الله يعني المدرسة الأولى قالت أنه أبناء الله كويس هم الملائكة المدرسة الثانية قالت أنه أبناء الله هم نسل مين نسل شيث كويس وعشان كده الخطية كانت خطية اختلاط ديني آه. يعني لو خدناها بلغة العهد الجديد أنه ما ينفعش يكون شركة للنور مع الظلمة آه. يعني يعني زي ما قال الرسول بولس المؤمن لا خلطة المؤمن مع غير المؤمن آه. يبقى الخطية هنا لو خدنا انه ده ابناء ابناء الله هم ناس شيث يبقى الخطية بتاعتهم هي اختلاط الناس البار المؤمن التقي المؤمن مع الناس الشرير طيب النظرية دي او التفسير ده تفسير ده بدأ مع أغسطينوس في القرن الثالث الميلادي وطبعا جه من بعد أغسطينوس جي مارتن لوثر المصلح وجي جون كالفين وزوينجلي والاخرين دول تبنوا تفسير اوستينوس يعني مش نفس في نفس الجزئيه الجزئيه انه ابناء الله هم مش الملائكه ابناء الله هم نسل شيث شيث كويس أه والحاجه الثانيه انه أه ابناء الوهيم او بنات الناس هم ابناء شيث وبنات قايين يعني هم ابناء شيث ارتبطوا ببنات مين؟ ببنات قايين. وعشان كده تصبح الخطيه التي ادت الى الدينونه هي خطيه الزواج المختلط بين مؤمن وغير مؤمن بين نسل مبارك والنسل الشرير. ده اذا خدت انت التفسير ده. اه. كويس؟ التفسير ده بينسجم الى حد ما مع قرينه الفصلين اللي قبل كده تكوين خمسه وتكوين أه اربعه. م. ليه؟ لانه تكوين اربعه بيكلمني عن نسل قايين. فاكروا لما وصل إلى رقم سبعة في نسل قايين قال لي عن لامك لامك كان هو أبو أول من ابتدع تعدد الزوجات هو أول من بنى مدينة و... 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 والحضارة المدنية منفصلا عن الله هو أيضا اللي كان عنيف و... وقتال و... و... ومنتقم إلى آخره ف... وأصحاح خمسة بيكلمنا عن شيث اللي هو آدم وآدم أنجب شيث وبعدين من نسل شيث أتى الليستة الطويلة اللي موجودة في أصحاح خمسة فمن من حيث القرينة ممكن القرينة تعدد التفسير ده لكن التفسير ده ليه عدة أيضا اعتراضات أو عليه صح. عدة اعتراضات. هقول بعض الاعتراضات عليه أول حاجة هما بيقولوا أن معنى كلمة الناس تشير إلى آه آه إلى كل الجنس، إلى إلى جنس لا إلى،, إلى إلى بنات الناس تشير إلى نسل قين كويس لكن النص الكتابي أساسا بيشير إلى الناس على أنها كل الجنس البشري لما يقول لنا مثلا إيه وحدث لما ابتدأ الناس الناس مين هنا؟ كل الجنس البشري كل الجنس البشري وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض يبقى هنا ربنا بيتكلم على الناس كالجنس البشري آه. مش بيتكلم بس عن نسل قايين بنات الناس لكن بيتكلم على كل الجنس البشري. كمان ليس الزواج المختلط لو انا هتكلم بقى يعني شويه ليس الزواج المختلط ها هو 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 ليه ليه نتائج يعني حتى النهارده لما شخص مؤمن يتزوج انسانه غير مؤمنه في في نتائج لكده ممكن يبقى في صراع في الأسرة ممكن يبقى في صراع على تربية الأولاد المبادئ اللي بيربى عليها الأولاد غير المبادئ اللي هي بتربى عليها الأولاد هو عايز ياخدهم الكنيسة هي مش عايزة توديهم الكنيسة هو عايز يخليهم يقروا كتاب هي يعني فبيبقى في بيبقى في اه م. لكن ليس الزواج المختلط مبرر قوي لو انا هتكلم بالمنطق ليس مبرر قوي لدمار كل الارض م. يعني يعني ايه اللي هيخليك تدمر كل الارض بما بما فيها نباتات وحيوانات مم. يعني يعني انت ممكن تعاقب الانسان لكنه مش تدمر الارض مش تدمر يعني. كل الارض اذا انت اتكلمت عن ال كمان هل ينتج عن الزواج المختلط بين المؤمن وغير المؤمنه خلط في الجينات الى درجه ولاده جبابره؟ حته طبيه دي أوي. ما يعني <applause> سؤال يحتاج الى اجابه ده سؤال بنطرحه وملهوش اجابه فدول النظريتين اول نظريتين ويس. او اول مدرستين تفسيريتين اتمنى انه المشاهدين ما يكونوش سرحوا يعني واحنا بنقدم النظريات دي وحاسس انه يعني بنتكلم بنستعرض ثلاث نظريات او ثلاث مدارس حول ابناء الله في مدرسه قالت انهم الملائكه وفي ردنا عليها وفي مدرسه تانية بتقول ان هم اولاد شيس شيس ده اللي هو ابن ادم الثالث اللي جه عوضا عن هابيل هابيل اللي قتل آه وفي مدرسة استعرضنا المدرستين دلوقتي هنبتدي في المدرسه الثالثه آه اللي بتقول ان ابناء الله هم النبلاء والامراء يعني. نظريه الاختلاط الاجتماعي ما هو كل تفسير من دول بيخليني بيقول بحسب التفسير ايه الخطيه فانا لو خدت ان الملائكه مع بني البشر يبقى الخطيه هي امتزاج كائنات روحيه مع مع جنس بشري اذا خدت جنس اذا خدت انه ابناء الله هم نسل الشيث يبقى الخطيه هي التزاوج المختلط ما بين المؤمن وغير وغير المؤمن اجي نظرية. وده لا يستدعي الطوفان بالظبط صعب يعني اختلاط جنسين يخلي الله يقضي بحاجه مهوله كبيره جدا زي الطوفان بالظبط نيجي بقى لنظريه الثالثه نظريه الثالثه بتقول انه ابناء الله هم النبلاء والامراء ودي نظريه الاختلاط الاجتماعي وانا بحط كمان عليها الظلم الاجتماعي. مش بس اختلاط اجتماعي لكن نتيجه لكده حصل ظلم ليه؟ النبلاء والامراء والحكام والقضاه وكل من هم في سلطه كويس؟ في سلطتهم ظلموا وفي قوتهم آه يعني استعبدوا الاخرين. آه. طب انت جبت النظريه دي منين؟ م. يعني ايه الاساس اللي بنفسر عليه م. هذا التفسير؟ اول حاجه انه كلمه ابناء الله بنجدها في ثقافات الشرق الادنى القديم وحتى في الثقافات المصريه. ابناء الله هم الامراء والنبلاء والحكام يعني فرعون هو ابن الاله. <متحدث> لو رحنا الى حتى ثقافه ما بين النهرين هنجد ايضا نفس الحكايه انه أسماءهم تدل على انهم ابناء الالهه. فثقافات الشرق الادنى القديم وكذلك الثقافات المصريه القديمه تؤمن بان النبلاء والامراء والحكام هم الارسقراط الأولو... يعني <متحدث> الطبقه البرنسس والنوبلز والطبقه العليا. كمان في الكتاب المقدس بالاخص في مزمور 82 وعدد واحد وستة يلقب الكتاب المقدس في هذا النص القضاة بأنهم آلهة. مم. يعني يعني لو رحنا إلى المزمور أنا ما كتبتش النص بس في على الباوربوينت لكنه مزمور 82 من من عدد واحد من عدد واحد وعدد ستة. وعدد ستة. كويس؟ يقول لنا آه الكتاب إيه؟ الله قائم في الله قائم في مجمع الله كويس في وسط الالهه يقضي مين بقى هنا الالهه دي ليست الالهه الوثنيه وليست المعبودات الحجاره كويس لكنه يقول لهم يقول لهم الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه يقضي حتى ما تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار يعني انت في مجمع القضاء ربنا قائم ده اللي عايز اقول انه القضاة دول في نظر الله هم ممثلين لله على الارض لصنع العدل والبر وعشان كده لقبهم بانهم بياخدوا قرارات يصنعوا قرارات كويس وينفذوا العدل الالهي في حكمهم لكن هؤلاء اللي هم مفروض يبقوا نائبين عن الله صاروا يقضون جورا ويرفعون وجوه الاشرار ولا يقضون لليتيم ولا ينصفون البائس والمسكين عشان كده بيقول نجوا المسكين والفقير من يد من يد الاشرار وعدد أه سته يقول لنا ايه انا قلت انكم الهه وبنوا العلي كلكم يعني ربنا بيقول لهم انا قلت ان انتم الهه يعني ايه يعني انت بتنوب عن الأرض عن... عن... بتنوب عن الله على الارض القاضي هو الشخص اللي المفروض ينفذ العدل لان الله عادل فالله ينظر اليه نظره ساميه ساميه جدا طيب اكمل ولا اكمل طيب ماجد اوكي هنكمل هنكمل الجزء ده يقول لنا هنا ايه أبناء ألوهيم هم هم البشر الذين في موقع سلطة. أبناء ألوهيم هم البشر في موضع في موضع سلطه طيب، تسمح لي ناخذ مكالمه ونكمل ايوه آه. طيب معانا اتصال تليفوني الاخ عبد الهادي من السودان الو الو السلام عليكم أنا اهلا وسهلاً. وسهلا اهلا بيك انا عبد الحليم الهادي من السودان عبد الحليم ابو عبد الحليم الهادي من السودان انا اعتقد كثير من المعاني على الهواء وانا مسلم ومؤمن بالمسيح كمسلم انا ومؤمن بكل الكتب السماويه وارجو رجاء خاص يعني يعني من كل الغائمين على امر هذه الغنى حتى كل الموظفين الغابة يعني ان يوصلوا الاساءه الى الاسلام في هذا المنطلق ادعو كل الغائمين على امر هذه الغنة بالدخول في الإسلام وأنتم طالبين وهداكم الله الرجاء تبطيل إساءة إلى طيب. الإسلام طيب طيب الإسلام. محمد يح... صلى الله عليه وسلم. أه طب أولاً إحنا برنامج عبر الكتاب دي أول نقطة ثاني نقطة إحنا بنناقش موضوع محدد حول الطوفان لو أنت متابع معانا من بداية الحلقة هل عند حضرتك أي استفسار في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه؟ ولا عندك اي تساؤل اخر في اي موضوع من في خلال حلقاتنا اللي فاتت او النهارده ايوة الذين على امر هذه الغناء انتم ضالين هذا أيوة. والله اوكي ممكن أدف... ممكن ثواني ثواني خليك معايا بس خليك معايا وما تقفلش لا خلي... اوكي خليك معايا بس خليك معايا خليك معايا انت دلوقتي بتدعونا للاسلام صح نعم اوكي قولي خلاص بس اوكي خلي اعمل لي مقارنة ما بين المسيح وما بين محمد واقنعني ان محمد احسن من المسيح او أنا افضل بؤمن. من المسيح انا مؤمن انت تؤمن زي ما انت تؤمن انت تؤمن اوكي انت 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 المسيح. انت تؤمن زي ما انت تؤمن انا دلوقتي بقول لك انت كانسان جاي لي النهارده تبشرني بمحمد ثواني بس خليني خليني اتكلم خليني اتكلم خليني اتكلم انت جاي تبشرني مش اللي يبشرني ده يقول لي ايه الاحسن في البشاره بتاعته عشان اقبلها ولا انت جاي ترمي الكلمه وتمشي قل لي ايه اللي في محمد افضل من المسيح أفضل وبتنت بتقنعني ايه مش سامع لا سيد لا سيد المسيح أه. نبي وانا اؤمن بكل الانبياء اوكي المسيح لا يدعو الى الاسلام اوكي المسيح لا يدعو الى الاسلام لبقيه الاديان اقول لك حاجه المسيح المسيح نفسه ثواني اوكي المسيح نفسه قال المسيح نفسه قال لو انت بتقبل كلام المسيح المسيح نفسه قال ايه؟ انه سياتي بعدي انبياء كذبه كثيرون ويضلون كثيرين فاي حد هياتي بعد المسيح هو نبي كاذب تقبل الكلام بتاع المسيح ده؟ تقبل تقبل لك. وانت تاخد اللي. انت ما تؤمنش بايات وتقبل ايات يعني يعني انت النهارده جاي اوكي اح اح انت الله. انت رب انت جاي اوكي انت جاي برساله مش اللي جاي برساله يقدم الرساله يقدم الرساله بطريقه عزيزة. مقنعه حاول حاول تقنعنا انت دلوقتي مش قادر تجاوب على السؤال هل 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 محمد اخطا ام لم يخطئ؟ عايز اقنعك بشيء كويس هل محمد اخطا ام لم يخطئ؟ قطع قفل أنا حابب نكون في موضوعنا لأ أنا بس هي الفكرة يعني ايه أنا عارف إن احنا في موضوعنا بس في برامج آه تانية في برامج تانية تقدر تدخل فيها وتسأل وتجاوبك وهي مخصوصة ليك بس هو لما يبقى جايب بشارة آه لازم يبقى معاه السبب يعني أو أوكي. اقنعني انه آه هو في أسئلة كتير <applause> يعني لو هنفتح في الأسئلة في الجزئية اللي بيتكلم فيها في أسئلة كتير كتير حول اللي هو بيتكلم فيه طبعا لكن أنا حابب ما ضيعش وقت مشاهدينا طيب. وحابب أكون ماشي. مركز أكتر أنا عارف يا سيس أن أنت يعني الموضوع <applause> لا 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 خالص لا لا أنا عارف آه إحنا نصلي له طبعا أكيد أكيد آه أنه ربنا ي الرب يوصل لقلبه آه هو اللي... اسمه عبد الحليم الهادي آه. فالرب فآ يستطيع إحنا بنحبك جداً وما فيش اي بغضه تجاهك او تجاه اي حد في العالم كله في اي دين إن كان في اي مكان احنا بنحب كل الناس ولكن ان كانت في برامج بتتكلم او بتفسر او بتشرح في الدين الاسلامي فهي مش بتهاجم مش بتهاجم بغرض الكره بل بالعكس بسبب بالزبط. محبتها ليك وبسبب انشغال قلوب المقدمين والقائمين على هذا العمل بيك مش اكتر من كده فنرجع للموضوع طيب ده نرجع. نرجع نرجع كمان الموضوع. للايه الترجوم او الترجوم الترجوم هو الترجمه التفسيريه للعهد القديم باللغه الاراميه عمل لنا قال لنا انه ابناء الوهيم هم اولاد النبلاء م. يعني أه وفي في أه تفسيره للجزء ده عندنا لاهوتي استاذ أه عهد قديم مشهور قوي اسمه كايزر وولتر كايزر م. وولتر كايزر عمل مقارنة بين أصحاح أربعة وأصحاح ستة من من سفر التكوين وقال لنا إيه؟ قال لنا يشبه تركيب اللغوي في قصة لامك المذكورة في تكوين أربعة قصة أبناء ألوهيم في تكوين ستة ويكمن هذا الشبه في أخذ النساء وتعدد الزوجات وولادة الأبناء والفساد الأسري كما أن قصة لامك تنتهي بافتخاره بالدينونة وينتهي تكوين ستة بحديث الله عن الدينونة إنها خطية الجبروت والاستبداد والفساد وتعدد الزوجات والظلم الاجتماعي والانسياق وراء الشهوة ففي ظمائهم للقوة والشهوة اختصبوا الفقراء وظلموا المساكين وأفسدوا الحياة الأسرية والاجتماعية كويس فده ده التفسير الأخير لأبناء الله مين هم أبناء الله إن هم أصحاب النفوذ اللي هم استبدوا وافسدوا واخذوا زوجات بحسب شهواتهم الجنسيه واغتصبوا واغتصبوا الفقير وظلموا المساكين وافسدوا الحياه الاسريه والاجتماعيه لدرجه ان المجتمع كله افسد أو مش, فسد. مش ابناء شيس فقط او من نسل شيز شيس فقط ولا من اللي هم الملائكه المدرسه اللي كلمنا عليها الاولى اللي قالت ان هم ابناء الله هم الملائكه، والمدرسه الثانيه قالت ان هم اولاد او من نسل شيس، لكن المدرسه دي بتقول ان هم من فئه الامراء والنبلاء اللي في الظلم المكتب... كل من هو في مكانه اجتماعيه عالية عالية وفي ايده ان هو يظلم و... طبعا هتقولي طب ايه ذنب الفقير؟ كويس؟ ان المجتمع كله تلوث، كلمه الفسد فسد ذكرت سبع مرات في روايه الـ الـ سفر الطوفان يعني أوه. انه انه الانسان فكره فسد قلبه فسد حياته فسدت تصرفاته فسدت الارض فسدت كل ما كان يمتد اليه فسد فالفساد يعني انتشر وصار هو السمه لما يقول لنا لما يجي كلمه فساد سبع مرات رقم سبعه في الكلمه ده يعني الكمال وكانه بيتكلم عن الفساد الكامل اللي عاش فيه الانسان قبل الطوفان موضوع الجبابره امم آه الناس بتظن ان موضوع كلمه الجبابره دي يعني زي ما حضرتك نويت ليه مواصفات في حجم مختلفه آه بيتكلم بطريقه مختلفه بياكل اكل مختلف بياكل آدمين مثلا آه زي اللي بتشوفهم في الافلام كده الكائنات يعني ادينا آه. فكره عن موضوع الجبابره يعني اوكي النص الكتابي بيقول لنا الجبابره وكان م. في الارض جبابره كويس م. كلمه جبابرة اللي هي آه نافليم م. كويس بيسموها بالعبري نافليم او النفليم كويس ها نفليم مترجمه جبابره كلمة دي جت مرتين بس في العهد القديم مرتين في العهد آه. القديم كله بالظبط آه. المره الاولى ذكرت في تكوين ستة هنا بيتكلم عن آه. انه كان تغاط في الارض هؤلاء هم الجبابره ف... فذكرت في تكوين ستة المره الثانيه اللي ذكرت فيها ذكرت في سفر العدد واصحاح 13 تفتكر لما موسى ارسل الجواسيس عشان يتجسسوا الارض آه. وكان من ضمن الجواسيس كان يشوع ابن نون وكالب ابن يفنا وراحوا الى ارض كنعان وشافوا الارض جم وصفوا وصفوا الارض آه. اتفقوا كلهم ال 12 جاسوس اتفقوا على ان الارض جيده وفيها خير وغنى وتفيض لبنا وعسل لكن العشره من الاثناشر قالوا احنا ما نقدرش نمتلكها ليه قالوا لأنه الجبابره هناك واحنا كنا في نظرهم كالجراد يعني احنا مقارنه بيهم احنا قصيرين جدا هم بيتكلموا على على يعني نظرتهم البشريه نظرتهم هم البشريه شافوا احجام مختلفه عنهم احجام مختلفه عنهم آه. وقوه عسكريه ومحاربين وعارف زي الساموراي كده بتوع اليابان الساموراي ولا, إز... ولا هو وصف يعني زي ما احنا مثلا لما أه نشوف واحد مثلا قوي او ظالم او انت جبار اه ما هو بص هي 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 ممكن تعني الاثنين ممكن تعني الحجم الجسدي م. وممكن تعني القوه العسكريه اه يعني يعني انت النهارده مثلا في شعوب معينه احجامها اكبر من الثانيه يعني انت لو 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 افريقيا آه مثلا لا مثلا روح اليابان او م. روح مثلا كوريا او البلاد دي آه انا لما بروح هناك آه ببقى اطول واحد في الصب في القطر في وانا واقف يعني لو انا واقف ماسك البتاع فوق انا ببقى اطول واحد موجود يعني هنا وفي اليابان آه فانا لو رحت المانيا انا بحس ان انا قصير يعني آه لو رحت المانيا آه بحس انه الالمان يعني اطول, أطول واجمد من من فقد تشير الى القوه الجسديه وتشير الى القوه العسكريه في نفس الوقت يعني تحمل المعنيين تحمل المعنيين هي تشير الى بني عناق بني عناق كانوا هناك وبني عناق دول كانوا جبابره حرب وكانوا آه معروفين جدا في ارض كنعان بانهم من الجبابره الاقوياء في الحرب، شعب م. جبار في الحرب. وعشان كده بنو اسرائيل حسوا انهم قدامهم كالجراد، يعني احنا احنا يدوسونا. احنا يعني احساس اه اه فهي ذكرت مرتين بس في ده. كلمه نفالين بقى لو جينا للكلمه العبري نفسها. م. كلمة العبري دي تعني في اصلها العبري ايه؟ الساقطين ذا فولنز كويس؟ فهي ممكن تشير إلى الأشرار إلى المفتريين إلى الظالمين إلى لما يقول لك إنه مثلاً دول زي يعني دول يا عمي جبروت, ج... آه. جاي من, جبروت. جاي من كلمة آه. يعني جبروت يعني فهم أقوياء ذوي جبروت وثروة وثرو 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 وسلطان مم. كويس؟ مم. وعشان كده الكلمة هنا لا تعني جنس مختلط بجنس، لا تعني انه الملائكه مثلا اختلطت ببني النا... بنات الناس فانجبت لينا جنس ثالث غير البشر لا تعني كده لا تعني جماعه محاربه آه، مفتريه آه، شريره ظالمه تمارس آه، آه، جبروتها آه، بعنف وبقسوه يعني،, يعني جماعه شبهنا بني ادمين عاديين بس هم فيهم صفات مختلفه بالظبط بس مش اكتر من كده فمعنى طيب. كلمة نفليم وجابوريم لا يفيد رجالا ضخام الجسم فقط بل ايضا رجالا عظام ممكن تيجي بقى رجال رائع جدا يعني عظام حابب ادخل معاك دكتور اشرف على جزئية مهمة جدا م. الله وصف الانسان وصف دقيق جدا في الموقف ده وفي اللي هو فيها بفساده الكلي يا ترى الله استعرض ازاي لينا وصف الإنسان وحالته الفاسده الكليه. ده ده سؤال مهم جدا بنجد وصف الإنسان أو نظرة الله تقييم الله خلينا نقول تقييم, تقييم الله لحالة الله. الإنسان في آيتين في عدد خمسه وعدد سته من أصحاح سته من سفر التكوين يقول الكتاب وراء الرب أن شر الإنسان قد كثر يبقى هنا في شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل كل خلي بالك من كلمة كل كل م. تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كلمة شرير ذكرت تانية كل يوم كويس فالآيتين دول بيقولولنا إيه بيقولوا لنا في 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 كلمتين ذكرت كلمتين ذكر كل مرة م مرتين في النص ده كل كلمة شر وكلمة كل م. وردت مرتين في وراء الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتاسف في قلبه. لما نيجي بقى للوصف الإلهي بيقول لنا وراء انا حابب ناخد الايه دي بالظبط واحده واحده حاضر <applause> يقول لنا وراء رأى هو التقييم الالهي لحاله الانسان او الله بيقيم شيء اخر مره وردت كلمه وراء كانت في تكوين واحد واحد وثلاثين <applause> لما يقول لنا كتاب وراء الله أنما صنع واذ هو حسن جدا كويس يعني اللي عمله ربنا رآه وإذ هو إيه حسن فالأرض كانت خيرة والإنسان والنباتات والحيوانات جميلة جدا الله لم يخلق شيئا به عيوب كويس لكن ربنا رأى أن الأرض وكل ما صنع وإذ هو حسن جدا بيجي بقى ربنا ينظر مرة تانية هنا إلى الوضع اللي وصل إلى الإنسان يقول وراء الله ها؟ أن الأرض قد فسد أن شر الإنسان قد كثر أما الآن فالله يرى فقط أن شر الإنسان قد كثر على الأرض وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذ هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض يبقى رأى الله الله بينظر ده تقليم الله بالظبط أوقات كثيرة بنقول هو ربنا ليه مش بيتدخل هو ربنا ساب الدنيا كده ليه هو ربنا ليه سايب ليه ليه سايب سايب اللي حاصل في بلادنا العربيه ليه سايب الظلم اللي حاصل في سوريا ليه سايب الظلم اللي حاصل في العريش وطرد الاسر الكثيره واستهدافهم. واستهدافهم من قبل الجماعات الارهابيه في العريش ليس لاي سبب الا لانهم مسيحيين انا عايز الاخ اللي كان عمل مداخله معانا دلوقتي لو متابعنا هو اللي يفكر في الكلام ده اكتر اه عبد الهادي يعني عبد الحليم آه. وعبد عبد الحليم الهادي اه فكر فال ال... الله الله لم يترك، الله بينتظر الفرصه هو هو بيعطي فرصه للانسان الخاطئ لكي يتوب وعشان كده حتى لما نيجي ال... ال... لوقت نوح، ربنا قال لنوح انه لا يدين روحي او لا يدوم روحي م. في الانسان لذي يغانه وهو بشر تكون ايامه 120 سنه يعني انه هنديله فرصه 120 سنه قبل ما ابعت الطوفان فربنا بيعطي فرصه للانسان انه يتوب ف لكن الله عارف الله راى والله يرى والله يتالم لتالم شعبه والله ايضا يرى ظلم الظالم و... وصراخ المسكين الله يرى كل هذا عشان كده يقول لنا كتاب فرأى الله فرأى الله الارض ليست متروكه يعني هو ما خلقهاش وسابها لا الأرض هي ملكه والبشر هم ملكه. م. يعني وعشان كده لما نيجي لكلمة رؤية الله أو تقييم الله أنا بحط عبارة الفساد الكامل ليه؟ م. لأنه كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. كلمة تصور دي كلمة التصور دي كلمة جميلة جدا. م. ليه؟ لأنه كلمة تصور بالعبري يا هي نفس الكلمة اللي جات وجبل الله الإنسان صنع صنع خد التراب وعمل منه إيه؟ عمل منه زي الفخاري كده اللي بيجيب قطعة الطينة ويصنع منها وعاء كما يحسن في عينيه فالله فورم الإنسان فورم الإنسان شكل وصنع الإنسان لما يقول بقى أن كل تصور أفكار قلبه كلمة تصور هنا his imaginations يعني ده من اختراع الانسان اختراع الانسان، فالانسان لم يصنع الشر فقط لكن الانسان صار يخترع الشر yeah. يخترع الشر، احنا النهارده لما بنشوف اللي بيعمله داعش مثلا mm. طريقه الأتل القتل أساليب القتل وأساليب القتل والذبح آه. مش بس داعش ما هو ما هو ما هو داعش جايبها منين؟ ما, آه. ما هو ذاك كان قتالا منذ البدء يعني آه هو كذاب وقتال mm. ف, ف... فالطريقه الانسان في تصوره للشر بيخترع شرورا يبقى القلب اللي المفروض انه يعبد الله ويسجد للرب ويعيش مع الرب في مخافه الرب اصبح هذا القلب يمتلئ شرورا لدرجه انه اصبح معمل للشر الكارثه الكبرى بقى يا انه لما تكون اساليب القتل دي في نظرهم هي عباده وتقديم العبادة الكاملة لله احنا بنرضي الله بهذا الاسلوب في القتل دي الكارثة الكبرى ودي اكبر كذبة نجح فيها عدو الخير انه يميت ضمائر البشر يعني زي ما حد حطها قالك لو 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 انا خاطي وبعمل شرور كويس هيجي وقت ممكن أدرك إن أنا خاطي واللي بعمله ده شر وأرجع إنما لما يديني ديانة كاذبة، كويس؟ وإله غير حقيقي، و, و, و ويميت ضميري بهذه الديانة الكاذبة، فأنا بصنع كل ما بصنعه من شرور وانا معتقد في ذاتي ان انا بعمل ايه؟ بقدم خدمة بقدم خدمة, خدمة لله، وده اللي قاله الرب يسوع طبعا انه هيجي وقت يظن فيه كل من يقتلكم انه يقدم, يقدم خدمة. خدمة لله، فهو الـ 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 سواء المسلم او 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 البعيد عن الرب، عايز اقول هو مسكين ليه؟ لان هو ضحية تعليم هو ضحية ديانة كاذبة، هو ضحية افكار شريرة، هو ضحية نظام وضع من عدو الخير نفسه لكي ما يميت ضميره ويفقد ارادته وتفكيره و ويتوب ويرجع للرب فهو خدر ضمائرهم، اماد ضمائرهم بهذا الفكر ودي ده الاخطر ده اخطر شيء ممكن يصنعه الضحيه في النهايه هو الانسان الضحيه في الانسان في النهايه هو الانسان فالانسان هنا في ايام نوح صار قلبه يخترع شرورا يخترع شرورا يعني كل ما يفكر فيه هو شر كل تصور افكار طب هو ما افتكرش حاجه كويسه لا ما بيفكرش حاجه كويسه هو مش بيفكر في حاجه كويسه هو مش بيفكر في الخير ما بيفكرش في الخير هي الخطيه استولت عليه وصار فكرا وقلبا واراده وعقلا و... و... وجسدا وفعلا ملك للخطيه يعني عشان كده كل من يفعل الخطيه هو عبد, عبد للخطيه كل تصور افكار قلبه شريره مم. يعني الانسان اصبح ل... يخترع آه. اروح بسرعه لموقف الله من خطية الانسان الله له موقف من خطية الانسان آه. موقف الله طبعا من خطية الانسان آه. في موقف الله كان حاجتين حطيتهم هنا كده موقف الله من خطية الانسان زي ما بيقولوا لنا النص الكتابي يقول لنا وحزن الله وتاسف في قلبه انه عمل الانسان وده اول موقف من المواقف موقف الله الموقف الثاني هو نروح للموقف الثاني حاضر اوكي يعني كتير قوي قوي من الناس بتسال هل الله مثلنا يحزن ويتالم ويندم الالفاظ دي موجوده في الكتاب اللي بين ايدينا اللي بنفتخر بيه بنخجلش منه لاننا عندنا كل تفسير صح. ومجاوبه على كل استفسار لاي شخص كان في الاشكاليات دي ولكن لازم نفهم لازم نسال عشان نفهم صح فالالفاظ اللي بتتذكر كتير عن الله حزنه نادمه راجعه مم. تاسفه حاجات دي بتخلينا شويه قدام انسان يعني آه. بنحس ان احنا قدام انسان مم. بس احنا قدام اله طبعا هل هي مشكله لغه وترجمه مم. مثلا الترجمه العربيه انا عارف ان هي شويه اللي بين ايدينا رقيقه في الترجمه يعني حضرتك دايما بتذكر لينا في كل مره الاسم المصطلح العبري مم. الاساسي مم. آه وفي العهد الجديد مثلا اليوناني المصدر الاساسي مم. فهي مشكله لغه ولا هي اللغه مظبوطه وترجمتها يعني مم. دقيقه اكتر مم. اللي معانا بس احنا مش فاهمينها ده, ده سؤال مهم جدا وانا افتكر انه عملت حلقه مع آه الاخ رشيد في برنامج سؤال جريء آه. عن هل الله يندم وهل الله يستريح؟ يعني آه. انا مش فاكر ايه رقم الحلقه لكن هجاوب على السؤال اللي انت طرحته ده آه باختصار عشان الوقت. كلمه آه ندم الله آه الكلمه دي او التعبير ده ذكر اكثر من مره، ذكر في التكوين وذكر في صموئيل الاول آه ارتباطا بشاول وذكر ايضا في سفر يونان آه انه لما الله كان عايز يقلب يقلب المدينه ولكن الناس ثابت آه فهل الله انسان فيندم هل يقول ولا يفعل؟ آه كلمه ندم بالعبري هنا معناها كلمه نحم وكلمه نحم معناها انه اخذ نفس عميق يعني ايه اخذ نفس عميق؟ يعني انت لما تشوف واحد المفروض انه يعيش حياه حلوه وبعدين تراه بهذا المستوى من الشر والخطيه تحزن يعني ياه مش هو ده اللي انا كنت عايزك ليه؟ كويس؟ آه. مش هو ده الغرض اللي انت اللي انا من اجله آآ آآ يعني آآ خلقتك يعني زي ما يكون زي ما يكون اب بيصرف على اولاده ويسهر عليهم ويهتم بيهم ويرعى وفجاه يلاقي ابنه اصبح تحت تاثير مخدر ويجي بحزن يقول يا ده ده انا بتعب من اجلك ده انا يعني كل ليك ده انا حزين عليك ده انا بتاسف على الوضع اللي انت وصلت اليه الله لا يندم بمعنى انه اخذ قرار وانه ندم على القرار اللي اخذه لانه الله كليه المعرفه احنا احنا ممكن آه نغير مواقفنا لحاجتين لسببين يا اما ان انا ما عنديش القوه ان انا انفذ بيها القرار يعني خدت قرار وعايز انفذه بس ما عنديش قوه فبعمل خط خطه ب يبقى عندي خطه الف ما نفعتش اعمل خطه ب الحاجه الثانيه المعلومات ممكن اخد قرار على اساس معلومات وبعدين اكتشف المعلومات اللي عندي دي مش معلومات كامله، فاكتشف ان لا انا لازم اخد قرار اخر عشان اصلح القرار الاولاني. الله في الحاجتين دول, دول بالظبط، الله في الحاجتين دول كامل هو كلي القدره وكلي المعرفه. فبالتالي الله لا ينقصه القدره ولا ينقصه المعرفه، لكن الله كخالق كاب بيتفاعل مع الانسان الذي اخطا وكانه ربنا بيبص الى الحاله اللي وصل اليها الانسان يقول ياه الى هذه الدرجة مم. امتلكت الخطية والشر حياتكم للدرجة ان كل تصور افكار قلوبكم صارت شريرة يعني فحزن الله على الانسان بالضبط آه. يعني الله حزن على الانسان آه. لكن الله ما ندمش بمعنى انه رجع في قراراته صورة عايز الانسان يكون فيها بالظبط فهو حزن على انه الانسان باختياره الحر رايح لسكة تانية خليته في صورة بالظبط هو ده دل المختلف انه اخذ نفس عميق بحزن وبأسى ما كانش في طريقة يا غير الطوفان أه طبعا طبعا عشان اكمل سؤالي أوكي. وننهي بيهم الحلقة يا ترى من بعد الطوفان ما جاش عصر أو زمن أو بلد أو أشخاص كانوا مليين الأرض شر مثل أيام ما قبل الطوفان أكيد فيه آه. وده سؤال بيطرح نفسه في اذهان كثيره اوكي ليه آه ربنا ما عملش نفس الـ هو هو طبعا يعني ده سؤال آه وجيه آه الدينونه بتيجي بطرق مختلفه وباساليب مختلفه ممكن الله يرسل نار وكبريت زي سدوم ومعمورة بس الطوفان دي كانت حادثه آه آه مره وربنا قال انا مش هعملها تاني آه وعشان كده قطع عهد مع الانسان انه هيدين لكنه مش هي يهلك الانسان كله مره تانية بالطوفان زي ما حصل. لكن ليه طوفان. شوف لما الارض تمتلئ بالدماء الارض نفسها بتصرخ لله. الارض بتلفظ الانسان لما تمتلئ بالدماء. في في هنا في نص جميل جدا أقرأ يقول ايه في لويين 18 وبيتكلم عن بيتكلم عن الامم اللي كانوا عايشين في ارض كنعان وازاي ان ربنا جايب الدينونه عليهم بيقول ايه فتنجست الارض فاكتزى ذنبها منها فتقذف الارض سكانها الارض بتعمل ايه تقذف سكانها الارض لما تمتلئ دماء والارض لما صوت او صرخه دماء المظلوم يعني هو ده صوت دماء اخيك صارخه ليا صح يعني ربنا بيقول كده انه انه لقايين انه صوت دم هابيل صارخ ليا فدماء الظلم بتصرخ لله فالارض التي تمتلئ من دماء الظلم تقذف سكانها وكانه ربنا بيقول ان الارض كلها تشوهت كل الارض تشوهت عشان كده يقول بعد كده في الجزء ده انه يعني ما تعملوش زيهم لانه لو عملتوا زيهم ان الرب ايضا ايه هيطردك بره الارض فالفكره هنا ايه ليه الارض بعض المفسرين بيقولوا وكأن الارض من كتر التلوث اللي فيها كان لابد ان تختسل تختسل عشان تبدأ من جديد هو مش مش هي يضيع كل الارض ويخلق ارض جديده لا هو الارض دي كلها اللي عاش عليها الانسان لابد ان يغسلها يغسلها من الدماء يطهرها فربنا ارسل الطوفان لكي ما يغسل الارض ينقيها عشان يبدا مره تانية من جديد من خلال نوح ومن خلال اولاده وده تحذير لينا احنا كتير عايشين في الشر وكتير بيصنعوا الشر وبيفكروا في الشر ومش بيفكروا ان هناك دينونة إلهية آتية عليهم أجرة الخطية هي موت وإذا استمر الإنسان في خطيته هتأتي تيدون الله وده الرسالة اللي بيوصلها لنا الله من خلال طوفان إنه لنا إنقاذ في شخص يسوع المسيح أمين أمين بشكرك دكتور أشرف على كل المعلومات اللي... اللي بتثرينا وبتعلمنا دايما كل مره من خلال الروح الله اللي جواك ربنا يخليك شكرا يا بشكركم على استماعكم ومتابعتكم لينا في كل مره لا تستهين بغنى لطف الله وطول اناته انما ليقتادك للتوبة. الى التوبه بشكركم تابعونا في كل مره وفي حلقه جديده قادمه من برنامجكم عبر الكتاب الى اللقاء